الجلفانوميتر يتكون من ملف قابل للدوران حول محور في مجال مغناطيسي منتظم مثبت عليه قصبة خفيفة من الألمنيوم تعمل مؤشراً لقراءة قيمة التيار. يتصل بالملف نابض خفيف يعمل على إعاقة دوران الملف ويعمل على إرجاع الملف مع المؤشر إلى الوضع الأصلي بعد زوال التيار. لكن عند مرور التيار في الملف فإنه يدور بزاوية تتناسب طردياً مع مقدار التيار، إذ يشير المؤشر إلى مقدار هذا التيار. استخدامات الجلفانوميتر: أولاً الكشف عن التيارات الكهربائية الصغيرة وقياسها في بعض التطبيقات العملية والتجارب المخبرية، صنع أميتر يقيس التيارات الكبيرة، وأخيراً فولتميتر يقيس فروق الجهد الكبيرة، أي صنع فولتميتر يقيس فروق الجهد الكبيرة.